طبعا انا برحب بيكم جميعا، وبرحب بالساده الحضور، وبرحب بالساده الحضور من جميع دول العالم، سواء كان من دوله الاردن او من العراق او من جمهوريه مصر العربيه. وطبعا انا عارف ان في ناس من دول اوروبيه ودول اجنبيه موجوده معانا. اهلا وسهلا بالحضور، بجد انا سعيد جدا، ويعني وبأقر سعادتي للمره الثانيه، يعني يبقى ده بودكاست مشترك بين 3 دول عربيه، بين مصر وبين العراق وبين الاردن. وطبعا شرف ليا جدا ان انا اقابل اساتذه وعلماء من مملكه الاردن، المملكه الاردنيه الهاشميه. طبعا يعني الاستاذ دكتور الاء من يعني حتى قبل ما تبقى سبيكر معانا، هي من الاتندنت الحريصين ان هم يحضروا كل الويبينارز العلميه ويقولوا رايهم ويسالوا عن كل جديد. طبعا شرف كبير جدا ليا ان انا اتقابل مع الدكتوره الاء يوسف جيدان من المملكه الاردنيه الهاشميه، ساينتست اوف نانو تكنولوجي اند مايكروبيولوجي، هاير كونسل فور ساينتست فور ساينس اند تكنولوجي ان جوردن. برضه اعرفكم بنفسي سريعا، انا دكتور رامي شربيني، كورسانتات او بيدياتريك اند ناتولوجي، بيدياتريك كلينيكال نيوتريشن ايجيبت. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وباذن الله نبتدي المحاضره مع الاستاذ الدكتوره الاء. دلوقتي جاي، اتفضلي حضرتك شير سكرين. اوكي، اهلا وسهلا جميعا. شكرا دكتور رامي الشربيني، وشكرا لفريقك البحثي للاستضافه الجميله هاي، وتحيه من المملكه الاردنيه الهاشميه من العاصمه عمان الى جمهوريه مصر العربيه والوطن العربي والعالم باكمله. شكرا جزيلا. start sharing. I will start now. اوكي، استوعبت. اوكي، ظهر دكتور رامي، ظهر الباوربوينت. اوكي، بس اعملي سلايد شو. اوكي، تمام. Can I do this X دكتور رامي this one or minimize close this one؟ بقدر اعمل close ولا لا؟ No صح؟ هاي let's hear. Okay. Hi everybody. Today we're talking about using of nanotechnology for cancer therapy. Hopes and aims. بدنا نحكي عن استخدامات تقنية النانو تكنولوجي في معالجة السرطان، لكن هاي لحد الآن هي آمال وطموحات. يعني المرحلة الكلينيكال تريلز لسه عمالنا بدنا فولنتيرز لنحقق، فعشان هيك أنا كتبت آمال وطموحات. Next, this one. I did this next, Dr. Rami. We still have the first slide. Yes, this is the first slide. The end slide is Tanya. Yeah? Okay. You can close the video, maybe, and check the video. You can do it, or أنا ولا أنت دكتور رامي؟ يس، هيك بس في عندك صورة فيديو، هيك دوسي عليها، صورة كاميرا تحت جنب المايك في البرنامج، دوسي عليها هي في الفيديو. This next. Okay. Yes. We start with a definition of nanotechnology. What is nanotechnology, and the application of those nanotechnology, which is actually novel technology. Then we'll talking about some example. Then conclusion, recommendation, and finally the acknowledgement. نانوتكنولوجي، لما نيجي نعرف ايش هو نانوتكنولوجي، تقريبا هو علم حديث
له ابلكيشن كتير في العلوم، في الصيدلة، في الهندسة، في الزراعة، في البرمجيات، فبيدخل في مجالات متعددة. هلأ السكيل الأكتر شيء حتى نقول إنه this is the material is nano تقريبا بتكون from 1 to 10 نانومتر، فإحنا عمالنا بنحكي عن نانو سكيل اللي هي أقل من المايكرو 10 to power minus 3. هلأ الفيزيست ريتشارد إيش نظريته the future of nanotechnology، هو كتير بيآمن بأنه النانوتكنولوجي هو رح يكون المستقبل. هلأ في عنا إحنا نظريتين، في عنا نظرية قديمة وفي عنا نظرية جديدة. هلأ النظرية القديمة بتحكي أنه علم النانو زي الصورة اللي قدام هو موجود من زمان، استعملوه في الزجاج وفي صناعة السيوف حتى تكون خفيفة، وبيرجع لعالم ابن الهيثم. لكن الدراسات الحديثة بتحكي لا، هذا هو حديث، لكن أنا بالمنطق اللي بآمن فيه بحكي هو كان قديم، ولكن بوجود التولز الإكويبمنت هي قدرت تعمل لنا بروف أو زي دليل وإثبات إنه هي موجود، ولكن لأنه الجهاز ما كان ديسكفرد أو لسه ما كان مكتشف. هلأ الأجهزة اللي بتعنا بالنانو أكتر إشي اللي هي سكانينج إلكترون مايكروسكوب أو سكانينج تنلينج مايكروسكوب، وفي عنا أتوميك فورس مايكروسكوب. هدول متى اكتشفوا فيه؟ عام 1981، يعني من قبل تقريبا 40 سنة أو 39 سنة، 40 سنة يس. هو هذا العلم صار عنا زي تطور أو ثورة بهذا العلم. هلأ لو بس بدنا نشوف السكيل تاع النانو قديش هو صغير. نانو يعني شيء صغير جدا، يعني قزم، يعني ما بنقدر نشوفه بالمايكروسكوب العادي. لو نيجي نعمل differentiation ما بين النملة الصغيرة، النملة الصغيرة تقريبا 5 مليمتر. هلأ الانذر اورجانيزم اللي هو داست مايت، الداست مايت شوف الأدية هو تقريبا 200 مايكرو، فبرضو لسه ما وصلنا للجزئية اللي أنا بدي إياها. لو نيجي لشعرة الإنسان هنا برضو هي أصغر، لأنه الهيومن هير تقريبا من 10 ل 50 مايكرو. هلأ نيجي للخلية الكريات الدم الحمراء تقريبا من 2 ل 5، برضو بنيجي لحد ما نوصل على المادة الوراثية. هلأ المادة الوراثية DNA تقريبا من 2 ل 12 نانومتر، فيعني احنا بدنا أجهزة متخصصة نشوف هاي البارتيكلز. تمام. I think دكتور لازم اعمل مينيمايز، بلاش سلايد شو، لانه التحميل كتير. دكتور هيو جوز تقيل او الحضور في حدا فاتح فيديو او كذا. اوكي هلا دكتور بلاش نعمل شو لانه الحضور عددهم كتير فبيأثر على اللود. Maybe this is better. Yeah. What do you think دكتور؟ اوكي. تمام. Okay. Okay. Okay.
تمام. هلا خلصنا السكيل للنانو تكنولوجي، هلا بدنا نيجي نحكي عن امثله في الحياه تا احنا نستعمل هاي التقنيه الحديثه ونستغلها لنا. موجوده في قسم الكيمياء في التصنيع، موجوده في الميكروبيولوجي للانتي فايرال، موجوده في الدي ان اي ديجريديشن تا احنا مثلا نحطم جزء معين من الماده الوراثيه في بالروبوت الموجوده هنا، برضه بامكاننا انه نسخر هاي التقنيه في الحياه، برضه في السولار بانلز وفي مجالات اخرى واسعه. بدنا نحكي هلا عن النانو تكنولوجي ابلكيشن ان ميديسن. ايش اكثر شيء احنا بنستعمل النانو از ميديسن؟ هلا بنقول اول شيء احنا اذا بدنا نستعمله بالدراج بنقلل الجرعه، فالسايد افكت راح يكون اقل اذا احنا قللنا الجرعه، رقم واحد. رقم اثنين، في عندنا زي ديفايس او فور ديتكشن، هذا الديفايس لما يكون بالنانو سكيل بيعطيني ديتكشن بدري اكثر، فبالتالي الدياجنوز او الطبيب بيقدر يشخص المريض في يعني قبل ما تتضخم عنده التيومر او المشكله. هنا في علماء كتير حاولوا انهم يعملوا زي سينسورز او زي نانو روبوتكس، لكن لحد الان في قيد الدراسة، لانه بيقولوا اوكي رح نحطها بالبلد ستريم، after that وين رح تروح، وين الفيس، اين مصير هذه البارتيكلز. فهلا عالميا يوجد نظريتين، في نظريه مع هذه التقنيه ويوجد اخرين، خاصه اذا استعملنا وكلنا مجتمعين عالميا انه الميتلز يعني خلص بلاش نستعملها، رح نيجي نستعمل مثلا مغنيسيوم اوكسايد، زنك اوكسايد، which is better for a human being، افضل من الميتلز. يعني هذا يعني قاعده قدرنا انه نقرب النظره العامه لاستخداماته. لكن هلا الدراسه بتحكي انه في حاله الاف دي اي صرحت انه اوكي استخدموه في حالات معينه، مثلا اذا كان عمر المريض كبير واللونج تيرم ما بهمنا، يعني هو بيقرر انه انا بس بدي اعيش 5 سنوات خلص خليني استعمل هذا الشيء واقلل المعاناه او انتشار المرض بجسمي. فبيعتمد كل حاله بحالتها وبيعتمد على المريض نفسه، فبالتالي الكونسنتريشن بتختلف. هلا احنا انا والفريق اللي معي عملنا دراسه ديفرنت كونسنتريشن حتى نقدر نجاوب على هذه الاسئله ان شاء الله. طبعا اوكي، ايش كمان بنستعمله بالالكترو؟ الالكترو اللي هي بالالكتريكال، يعني برضه ديفايس، انه برضه بيكتشفوا المرض قبل حدوثه، يعني حتى بالاكس راي ما بتكون ظاهره، ما في عندنا تيومر لسه ما صار. يعني هلا الفيديو بعد شوي رح لما نيجي نحكي عن الميكانيزم اوف اكشن رح نشرح بشكل تفصيلي كيف بيصير عندنا الميكانيزم اوف اكشن. ايش كمان بنستعمله برضه بالسنسورز؟ السنسورز مثلا هلا في السعوديه عملت كوميرشاليزيشن لديفايس بيقيس لمرض السكري، فقط سنسورز بنحطه في منطقه الجلد او تحت الجلد، وفي بيكون ابلكيشن على الموبايل، فقط بنقرب الموبايل على هذا الديفايس اللي مغروس تحت الجلد، فبالتالي بقلل الألم، لأنه إحنا عندنا مرضى السكري من الأنسولين بيعانوا جدا من الألم، ومن يعني حالتهم النفسية بتكون مش كتير، لأنه كل يوم بياخدوا 2 دوز حسب الحالة، فبالتالي
احنا لما نحط سنسورز ما نضطر انه نغذي المريض غازات كتير، منقلل من الالم وبيعمل لنا ديتكشن اكتر وبكون دقيق اكتر لانه الحبيبات البارتيكلز بتكون اصغر. اوكي هلا الفيديو اللي عرضناه اول السيشن كان يحكي عن الميكانيزم اوف اكشن، كيف عنا هاي النانو بارتيكلز بتعمل تارجتينج وكيف بصير عنا الالتصاق. هلا هاي الصور من الفيديو كانت معروضة اوكي يعني بتشرح اللي صار عنا بالفيديو كيف هو تارجت وشو بيعمل وكيف الطبيب بيعرف انه هون في تيومر وهو اصلا يعني بالاكس راي مش مبين انه عنده تيومر. هلأ في عنا هون مستقبلات بترتبط بالورم، هون عنا على اليمين اللي مثل اللي لونها نهدي وأصفر، فهلأ لما ترتبط بتعطي وميض، وميض يعني فلوريسنس يعني بتعطي زي سيجنالينج باثوي، بتعطي إشارات. هاي الإشارات بقدر الطبيب المشخص يشوف إنه there is something wrong، هنا في عنا مشكلة، ليش ارتبط بشيء مش ظاهر. فهذا الإضاءة اللي هون بتعطي الطبيب انه هون في عنا خلايا غير طبيعية. هلأ التيومر احنا بنعرف انه increase size و shape يعني division، بصير عنا cell division و cell enlargement both بشكل غير منتظم وغير مسيطر عليه، فبالتالي الـ ROS الـ Reactive Oxygen Species بتكون أكتر بهاي المنطقة اللي بيكون ستريس عليها، بترتبط بهاي المنطقة لأنها بتكون متعطشة للإلكترونات، فبيقدر الطبيب إنه يشخص. شايفين الإضاءة اللي هون بعد ما يستعمل هاي التقنية الحديثة. ايش كمان بنقدر نستعمل؟ بنقدر نستعملها بالنيوتريشن في التغذية، انه نعمل ديتكشن انه هذا الفود صالح او غير صالح عن طريق زي ديتكتر موجود بالعلبة نفسها او مؤشر بيعطينا انه هذا الاكل فيه باثوجنز، في عنا مثلا نسبة اكسجين عالي، نسبة بكتيريا عالي، فبيكون لو ليفل بيقدر يعمل ديتكشن لللو ليفل. ما بنقدر يعني حتى بالمختبرات يعني بتكون هي عينة ناجحة كتحليل غذائي، ولكن باستعمال هاي التقنية بنقدر انه نحكي لا there is a pathogen بهاي السامبل. برضو بنقدر نصنع المواد النانوية مش باستعمال سولت، بامكاننا نستعمل اشي اسمه فايتوسوم زي اللايبوسوم فايتوسوم. فايتو it's mean plant، من النباتات نقدر نصنع مواد نانوية under microscope، طبعا special microscope بالمختبر، ونعمل active ingredient زي نانو كابسوليشن. هاي النانو كابسوليشن بنستعمل سونيكيتر، بنستعمل أجهزة متخصصة حتى تعمل لي الactive ingredient محاطة باللي هو النانو كوت او النانو كابسول. هاي باستعمال برضو بنستعمل احنا نباتات معينة بعد ما نعمل لها تشخيص في المختبر كواليتيتيف اند كوانتيتيف. هلا في عنا امثله اكزامبلز احنا بنستعملها. ايش في هون عنا؟ في عنا ايرون اوكسايد. احنا كفريق بحثي انا مش لوحدي، صح أنا بالأردن، أنا يوجد دكاترة معي من الأردن، من الجامعة الأردنية، من جامعة التكنولوجيا، أيضا جامعة The Bolivar University من الهند، دكتور إرنس ديفيد، دكتور فيجي ناناديس، أيضا يوجد من اليابان، يوجد من الإمارات، إحنا فريق، والسعودية الدعم المادي من السعودية. فإحنا تيم متكامل بنشتغل مع بعض، أنا لست لوحدي. فالآيرون أوكسايد إحنا استعملناها، لكن هلأ الدراسات بدنا نشوف مصير هاي
النانو كومبوزيت مش النانو بارتيكلز. هلا الفرق بين النانو بارتيكلز والنانو كومبوزيت. النانو بارتيكلز زي مثلا الزنك اوكسايد نانو بارتيكلز، المغنيسيوم اوكسايد نانو بارتيكلز. هلا لما انا احط تو مولكيول بصير كومبوزايت، يعني اكثر من توليفه او اكثر من عنصر. فهنا اذا احنا صنعناها، هي هون السايز من سجلها، بنعمل شهاده لها لكل نانو بارتيكل معين، او يعني لكل سوليوشن احنا بنطلع له شهاده. هاي الشهادة من الجمعية العلمية الملكية، بنتأكد من إنها هي ليست سامة وليست ميكروبية، حتى إحنا نسفرها لجامعة الملك عبد العزيز تا يعملونا اللي هو في بعض الأجهزة مش موجودة عندنا، الفورس سبكتروسكوبي لسه مش مشغل، فمنضطر نبعث هاي العينات عن طريق المطار، لكن قبل لازم نطلع لها شهادة حتى تسافر العينة ونكمل الفحوصات لإلها. Other example هنا في الجولد، الجولد نانو بارتيكلز. هلا في طالبة ماستر معي من كلية الطب بالجامعة الأردنية، هلا بتسمعني، هي مدعوة وموجود الآن. طبعا بنستعمل الجولد نانو بارتيكلز از انتي كانسر للكاكو 2 اللي هو القولون، وبنستعمل ديفرنت كونسنتريشن، ومنحاول انه قد ما بنقدر نخفف التراكيز حتى ما نأذي الدماغ او السايد افكت للمريض. طبعا احنا المرحلة الاولى لساتنا طالبة الماجستير، المرحلة الاولى هن لازم ثلاثة، مرحلة اولى مرحلة ثانية مرحلة ثالثة، احنا لساتنا بالمرحلة الاولى. برضو هون الجولد نانو بارتيكلز، بس البيوريتي، البيوريتي كتير، واحنا بنصنع بهن البيوريتي، نقاوة النانو بارتيكلز، لانه اذا ما كان البيوريتي انا ما بدي ادخل على الجسم الانسان شيء انا ما بدي اياه، فعشان هيك البيوريتي عندي بتهمني. هلا اذا بدكم تسالوني قديش حق الجرام اللي احنا بنصنعه بالمختبر، هنا في يعني السياسة معينة، إذا بدي أحضر 1 جرام فأنا بعمل أوفر للبرايس تقريبا $378، هذا يباع عالميا شركة أمريكية. إذا إحنا بدنا نبيع 1 جرام، طبعا إحنا بنصنعه ما بكلفنا إشي لأنه إحنا مدعومين كجامعة ومدعومين كمراكز بحثية، لكن هذا السعر يعني إحنا اللي بنصنعه، فما في داعي إنه نشتري هاي المادة، فبتقلل لنا الكوست. هلا بدي اجي احكي عن السيلفر، السيلفر نانو بارتيكلز اللي هو المشروع اللي اشتغلناه، اللي هلا بعد شويه رح نشرح عنه بالتفصيل. طبعا هو ارخص بكثير، $63 بس ال5 جرام، فبالتالي هو ارخص، ولكن يعني اجتمعنا مع دكتور من جمهوريه مصر العربيه الدكتور السيد بلال جادو، عملنا كونفرنس قبل اسبوع يوم العلم، واخذنا ريكومنديشن تو ستوب ذيس اللي هو سيلفر نانو بارتيكل، يعني كعلماء وكضمير علمي. هلا الاف دي اي موافقتنا نستعمله في حاله كبار السن، لكن احنا كعلماء علينا ان نجتمع بمؤتمرات وناخذ قرارات بوقف هذه الكويستشنير. خلاص ما دام في يعني العلماء اختلفوا، معناته خلاص خلينا احنا لصالح المريض ولصالح الإنسانية والضمير، اللي في يوم العلم اخذنا هذا القرار بوقف بالرغم من موافقة، لكن نحن اخذنا هذا القرار وهو مشروع مدعوم. وقفنا المشروع بعد يوم العلم، وصرنا نستعمل مغنيسيوم اوكسايد بدل السيلفر. فهذا يعني الكونفرنس لما الدكاترة يجتمعوا هم اللي بيقدروا يشتغلوا بضميرهم.
هلا الزنك اوكسايد برضه ارخص شيء $18 وهو كثير رخيص، وهي العينه جنبي بس اخلص البرزنتيشن بفرجيكم قديش العينه جميله. يعني الزنك اوكسايد بيشبه الغيمه، بيكون معلق لانه يعني سسبنشن، لانه البارتكل سايز بتكون متناثره ومنسجمه وبتضل معلقه. يعني انا العينه لها سنه عندي وما زالت معلقه، لا الجرافيتي عملت ولا تغير فيها شيء. فالستابيلي تيست هي السامبل كتير ناجحه والسايد افكت كتير قليل، يعني مش مثل الهيفي ميتلز. اوكي هلا نيجي للبروجكت الفايتوكيميكال سكرينينج ان فيترو انتي اوكسيدانت اكتيفيتي اوف مالاس دوميستيكا اكستراكت. هلا الفريق البحثي اللي اشتغلنا مع بعض بدنا نشوف الابل المالاس دوميستيكا، الابل التفاح شو فيها مواد، ليش العلماء كتير بيوصوا انه نستعمل التفاح. التفاح فيها انتي اوكسيدنت كتيرة وقدرنا نستعملها as redox reaction. redox reaction يعني بيحول لي السولت لأوكسيد نانو بارتيكل، فاحنا بنستعمله as reducing agent. what else قلنا خلينا نزيد الجدول دراستنا انه شو فيها مواد، فيها سابونينز، الكالويد، تيربينويد، ستيرويد، واتيفر، هاي اللي بتأثر as anti oxidant يعني as plant extract. يعني كيف أقولكم، يعني هلأ أنا إذا إجا سألني حدا طيب بجوز مش من السيلفر نانو بارتيكلز أو مش من النانو بارتيكل، بجوز من النبات عمل ريدكشن، فإحنا بناخد بوزيتيف ومناخد نيجاتيف، مناخد الريجنت ومنكون الدراسة كاملة متكاملة نشوف تأثير كل جزئية لحالها. هاي جزئية كتير يعني الموجودين بينتظروها. دكتورة انتي كيف بتحضري هدول المواد؟ انا بحضرها طبعا في عنا بوتوم اب واب بوتوم بوتوم اب، فانا بختار دائما الجرين ميثود او الايكو فريندلي ميثود، ما بستعمل مواد خطيره، بستعمل بلانت اكستراكت. كل ما بنعرف الاكيوس اكستراكت، يعني انا ما بستعمل حتى في الاستخلاص المواد من النبات ما بستعمل ولا كيميكال. جميعنا يعني كل الفريق البحثي اتفقنا على هاي الستيب انه نلغي الكحول بالتجارب تبعتنا، بالرغم من انه بامكاننا نستعمل كحول، ما هي اصلا بعدين بصير لها تبخر ومنشيلها، بس احنا ما بدنا نأذي الانفايرومنت اللي لنا، لانه فارماسيتيكال اندستري لها دخل بالزيادة الويست واصلا هاي كوست، يعني المخلفات من الصناعات الدوائيه او حتى من المستشفيات هي بتحاسب بالكيلو، فبالتالي بنزيد الكوست. فليش ما احنا نعمل برودكت سيف للبني ادمين وسيف للانفايرومنت، انه نحاول نقلل الاذيه اللي احنا خلقنا من أجلها. يعني نحن مسؤولين أعتقد وخلفاء في الأرض، فنحاول حتى بتجاربنا، إحنا ما بدنا لا ترقيات ولا بدنا نصير بروفيسورز، إحنا بهمنا يعني رسالة للإنسانية، نحاول حتى في تجاربنا to minimize the hazards، نقلل الأذية، نقلل الويست برودكت. شو كيف الصناعة أنا بصنع هاي المواد، أو بديش أحكي أنا وي، بدي أحكي نحن. أول إشي منجيب الأملاح تاعت السيلفر ومنحضر سوليوشن.
وبعدين ب other part بنكون احنا محضرين الاكواس اكستراكت بطريقة يعني لا بنستعمل كحول ولا اشي، وبتكون باردة ما بدنا اياها ساخنة، لانه بعدين المواد يعني بنخسر المواد اذا عرضناها لحرارة. فبناخد هاي الاكستراكت وبنعمل ميكسينج مع بعض، فبالتالي بيصير عنا اللي هو الاختزال او تفاعل الريدوكس رياكشن، وبيحول لي لسيلفر نانو بارتيكلز بهاي الجزئية. وبنتأكد من بعدين بنتأكد من الحرارة، يعني مش من اول اشي بنبلش حرارة، لا هذا الغلط اللي بيصير. اهم اشي بالمختبر او لما انت تيجي تصنع غير انه تعقيم وغير وغير وغير، انك تكون عامل اول اشي لاجهزتك كاليبريشن، عارف درجات الحرارة، لانه كل اشي بيأثر. يعني انت لما تيجي تستعمل اشي ساخن من الاول، لا انت جراجولي بشكل تدريجي، ما بتيجي تسخن مباشرة. فبعدين طبعا دائما دائما احنا بنستعمل ديايونايز ديستلد ووتر حتى ما يأثر لي على التفاعل. اذا استعملت يعني في طلابي الماجستير والدكتوراه لانهم بيلاقوا شوي مرات صعوبة في ايجادها، هي موجودة طبعا بقسم الكيمياء، ولكن يعني مرات بيسألوا انه استعمل ديستلد ووتر او دبل ديستلد ووتر، بقولهم لا، لانه انا بهمني تشارج، بهمني انه ما يصير تفاعل جانبي، انا بدي اعمل تارجتينج، انا بدي يعني شيء امامي، ما بدي التفاعل يروح لطريق اخر، ما بدي امبيوريتيز، ما بدي تشارج، ما بدي ايونايز، ما بدي دي ايونايز ديستلد ووتر، وبعدين بصنع هاي بكمل التجربة، إما أستعمل سينيكيتر أو أستعمل هوت بليت، المتوفر مش مشكلة، لأنه في عنا طريقتين. يعني المتوفر بنتأكد من البروسيجر، اللي موجود عنده سينيكيتر بنشتغل على سينيكيتر، اللي مش موجود عنده سينيكيتر بإمكاننا نستعمل جهاز آخر، مش مشكلة. طبعا التطبيقات على الفضة كتيرة، أنا بس بهمني في الأنتي فنجل والأنتي كانسر، في عنا برضو أنتي اللي هو إنسكتيسايد وبيستيسايد، ما بهمني، أنا بهمني أنتي فنجل أنتي كانسر أكتيفيتي. كاركترايزيشن لل المالس دوميستيكا اي جي ان بي اس، ايش يعني هاي؟ يعني كيف انا بدي اشخص السيلفر نانو بارتيكلز المصنعه باستعمال مستخلص التفاح؟ احنا بنحكي ام دي، بناخذ الاسم اللاتيني من النبات المالس دوميستيكا، والاي جي ان بي اس اللي هي الاي جي السيلفر. يعني اتفقنا جميع العلماء انه بدل ما نكتب دائما نانو بارتيكل نكتب فقط ثلاث احرف اللي هي الان بي اس. دائما الطلاب بيسالوني ايش الان بي اس، رجعوا على جوجل ما بيقدروا يلاقوها، لانه لسه يعني الديكشنري القديمه لسه ما يعني مش موجوده ابديت، صعب. عادة الدكشنري هي بتكون قديمة خاصة الميديكال تيرمينولوجي، فبالتالي ما رح يلاقيها. فهذا سؤال بيجي للطلاب، ايش الـ NPS؟ هي اختصار للنانو بارتيكل. فهلأ كيف بدنا نشخصه؟ في عنا أجهزة كتيرة، في عنا UV Visible Spectroscopy، في عنا الـ XRD، برضو هدول موجودين بالأردن وموجودين بمصر وموجودين بكل يعني البلاد، بس احنا أصعب إشي اللي هو الـ Force Spectroscopy والـ FTIR طبعا موجودة. هلأ بلاش أقرأ، خليني بس أجي على الصور اللي هي الكاركترايزيشن. في عنا اللي هون اليو في فيزيبل سبكتروسكوبي، هاي الصور من جمهورية مصر العربية، برضو موجودة بمصر وموجودة طبعا بالأردن الـ FTIR، في الـ AFM هذا والـ SEM، وفي عنا برضو الـ TEM اللي هو Transmission Electron Microscope، وموجود أيضا.
هلا شوفوا كيف تحت السكانينج الكترون مايكروسكوب كيف بتكون شكل البارتيكلز اللي موجوده عندنا، وشوفوا اللون تحول اللون كمان. هلا نشوف هون السايز بارتيكل. هلا اضعف الايمان انه احنا نيجي نستخدم سكانينج الكترون مايكروسكوب للتوصيف، يعني بس يعني مقبوله النتيجه بس مش كافيه. هلا لما اجي انا اقيس قديش هاي السايز بارتيكل، كيف بحدد؟ باجي هون في برنامج طبعا خاص بدخل هاي الصوره عليها، بقول باخذ الراديوس لاكثر من وحده بشكل راندوملي، وبعدين باخذ الافرج. هاي بعطيني انديكيشن قديش هو السايز اللي موجود عندي، لكن هاي طالب ماجستير بوافق كرساله، لكن طالب دكتوراه لا، مش مقبول هاي النتيجه، بدي منه ترانزميشن الكترون مايكروسكوب، بدي منه كمان الفولس سبكتروسكوبي، يعني راح نسفر العينات برا الاردن لانه لسه مش مفعل. فحسب الطالب والبحث، يعني وين بدي انشر هذا البحث، نوت انف هاي الريزلت. هلا انتي مايكروبيال، طيب ليش انا اجيت؟ طيب اوكي انا بحكي عن انتي كانسر، ليش انا عمالي بحكي انتي مايكروبيال اكتيفيتي؟ هلا في دراسات قدمنا مشروع لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي بالاردن، في دراسات بتحكي انه في بعض السترين البكتيريا بتعمل انتي كانسر. يس الجواب يس، اذا ما اخذ الميديكيشن، اذا ما اخذ الرايت ميديكيشن بامكانه انه يتحول هذا الانفكشن البسيط، ان كان بالمعده ان كان بالقولون ان كان بمنطقه معينه، ان يتحول الى تيومر. فبالتالي عندنا ايضا، خليني اجي هون على التيبل عشان في عندنا ايضا سترين، انا مره طلابي عملوا مسرحيه اسمها انتيبايوتيك، هي كانت اويرنس. وقبل فتره في طفل، بديش احكي اسم الدوله، في طفل نشر اللي هو ريزيستنت للانتيبايوتيك، اللي هو كله يعني ريزيستنت للانتيبايوتيك، لانه اي حل عنده حراره بيروح له الام تعطيه انتيبايوتيك. فلا انه خلاص في هلا زي كيف اقول لك، صار عندنا بكتيريا ريزيستنت للانتيبايوتيك. يعني انا فقط لهذا البحث، انا اوكي هلا انا احنا عنوان السيمينار انتي كانسر، لكن انا بستغل المؤتمر هذا اني احكي عن دور الـ يعني از انتي مايكروبيال. ليه؟ لانه انا بحاول اعمل اويرنس، وانتم تطلعوا برضه تحكوا لطلابكم، او انتم حتى الطلاب تاثروا على العائله اللي حواليك، ولانكم انتم اصحاب القرار، وحتى الدكاتره امهات دكتورات اي حدا، لو اخواتكم، انكم توقفوا هذا الاشي، لانه احنا عمالنا نتغلب تا نشتغل على نعمل انتيبيوتيك. انا استعملت زنك اوكسايد، زنك اوكسايد نانو بارتيكلز از انتي مايكروبيال اكتيفيتي، بس كتير تغلبنا تا اخذنا الريزلت. فبالتالي ما بدنا يصير عندنا ريزيستنت، لانه كتير بنتغلب تا نحصل على الترناتيف للدراج. اوكي ان فيترو سايتوتوكسيسيتي اسي، اوكي هذا السايتوتوكسيسيتي اسي. هلا من الجدول افضل انه احنا كيف اشتغلنا على السيل لاينز. هلا قلت لكم من الاول، من البدايه، انه هي ثلاث اجزاء. في عنا اول شيء بنيجي نستعمل هذا البرودكت على سيل لاينز. السيل لاينز بنجيبها من برا، بديش احكي اسم الشركه عشان ما يكون دعايه، بنجيبها من برا الاردن، بتيجي لنا بايس بوكس خاصه
وهي بتكون بدرجات حرارة معينة بنستلمها خلال يعني من المطار بنستعملها مباشرة بآيس بوكس، ولازم نحطها بثلاجة في ماينس 80 لازم حتى ما تتأثر، لأنها عبارة يعني عن خلايا إنسانية مصنعة في المختبر. فإحنا أول إشي بدنا المرحلة الأولى نشوفها على السيلاينز. ليش إحنا نيجي المرحلة الأخيرة؟ لا، أول إشي بنشوف على السيلاينز إيش تأثيرها، إيش الكونسنتريشن الأفضل لهاي النانو بارتيكل. بعدين إذا أعطت اللي هو استجابة جيدة بنشوف التركيز الأمثل. بعدين بنروح زي ما أنا إحنا اشتغلنا على الأورال كانسر، بعدين بمرحلة أخرى استعملناها للأنيمال طبعا بشكل رحيم، ولأنه يعني برضو الأنيمال they are suffering، بس إنه بنحاول أقل عدد ممكن نقلل هذا الشيء. أيضا هنا الجدول بالريزلت تاع التفاح، ايش موجود وايش مش موجود. في عنا الكالويد بوزيتيف موجود، سابونين موجود، فلافينويد موجود، وهاي اثرت لي ايجابي مش انه سلبي، اثرت لي ايجابي على تقليل الخلايا السرطانية اللي احنا اشتغلنا عليها. برضو الانتي ميكروبيال اكتيفيتي، جبنا ديفرنت سترين بوزيتيف ونيجاتيف وديفرنت كونسنتريشن، وتاكدنا انه صار عندنا انهيبيشن. ايش يعني انهيبيشن؟ نيجي هون ليش انا جبت البكتيريا، قلت لكم لانها هي يعني في بعض الدراسات بتحكي كارسينوجينيك. تمام، هلا هون عملنا ديفرنت كونسنتريشن وشفنا الراديوس وشفنا بعدين بعد فتره قديش الانهيبيشن وحطيناها في الجدول. هون التغير اللون، شايفين التغير باللون؟ انا هذا عندي اللي على اليمين اكيد شايفين اللون اسود، اللي على اليمين هذا هو الفاينل برودكت اللي على اليمين، هاي عندي اهم شيء. واليوفي، اليوفي شايفين القراءات بتعطيني هاي القراءه اللي موجوده الابسوربنس قديش في عنا في العينه. طبعا هذا الريزلت منشوره على ريسيرش جيت بالفريق اللي اشتغلناه سوا، واوريدي ببلشت، واللي بده اي شيء يعني نحن جاهزين. هي هون اللي على اليمين البارتيكل سايز، ايضا بنقدر انه نحددها ونعمل لها توصيف، توصيف يعني او توصيف يعني كاركترايزيشن، يعني انه احنا نوصف هاي المواد اللي احنا بنصنعها. هلا هون اذا بدنا نفرق ما بين الخلايا السرطانيه اللي هي اي خلايا سرطانيه، الام سي اف 7 اللي هي تاعت البريست كانسر، اذا بدنا بوزيتيف ونيجاتيف ونشوف شو صار تاثير. طيب اوكي ماشي دكتوره، ثانك يو، اثرت على الخلايا البريست كانسر، طيب هل تؤثر على الهيلثي بلانت؟ شفتوا الفيديو التارجتينج، المنطقة الحمراء البقعة الحمراء كيف عملت تارجت لمنطقة معينة عن طريق السيجنالينج باثوي، فقط المنطقة المصابة هي اللي صار لها ديجريديشن وما صار للخلية الهيلثي. وهذا أنا بهمني، ما بدي أقتل الخلية اللي هي الهيلثي سيلز. هلا الكونكلوجن، الكونكلوجن بدي بنقدر نحكي انه احنا بنقدر نصنع مواد نانويه رخيصه وسهل تصنيعها، مش صعب بالمختبر يعني واي مختبر، وبنقدر نشخصها بالاجهزه الموجوده عندنا ان كانت يو في فيزيبل سبكتروسكوبي او اف تي اي ار او تي اي ام او اس اي ام، وكانت عندنا نتائج كتير جيدة، وكان التركيز تقريبا 100 نانو متر، وكان الشكل سفيريكال. بهمني توصيف المواد النانوية. برضو الـ FTIR لما عملنا له اللي هو characterization، ولما عملنا للنبات التفاح ايش شفنا المواد اللي هي الالكالويد سابونين تانينز واتيفر،
وأظهرت النتائج إنه قدرنا نصنع للنانو سكيل اللي هي كانت تقريبا من 24 ل 35 الام جي او الام جي ان بي اس. واحنا هيك وقفنا هذا البحث والان بنشتغل على الام جي الام جي او ان بي اس اللي هي ماجنيسيوم اوكسايد نانو بارتكل. هلا هذا اشتغلنا انهيبيشن الكانسر جروث، هذا نشرناه في مؤتمر السايتوتوكسيك في نيويورك يونيفرسيتي ابو ظبي ودعينا جميعا له ماي تيم، رحنا فقط اثنين. هذا الاورال كانسر على الانيمالز، استعملنا الرات، وذيس وان المايكرو مايكروبيال باثوجينيسيس اللي هي السيلفر نانو بارتيكلز للبريست كانسر. البريست كانسر في المراحل المتاخره، لأنه بأمريكا أن نسبة الانتحار المرأة لما تفقد الجزء الذي يعني يميزها عن الرجل، فبالتالي نسبة الانتحار برا، يعني ما بدي أحكي عن الدول العربية أو الدول الإسلامية، بدي أحكي عن الدول اللي برا، لأنه إحنا معانا بالفريق في عنا من الهند ومن كوريا ومن اليابان، فبالتالي our justification تأخذنا الفند كان إنه مبررنا إنه نستعمل الـ AGMPS بالرغم من إنه اتفقنا إنه هو ميتال أوكسايد يؤثر، لأنه نسبة الانتحار في الفيميل زادت بعد قطع الثدي لإلها. فبالتالي إذا إحنا استعملنا النانو بارتيكلز لقتل الكانسر في المراحل المتأخرة بقلل نسبة الانتحار. فعشان هيك الـ FDA وافقت عليه، لأنه اللي هو البوزيتيف أكتر من النيجاتيف حسب البلد. يعني بأمريكا أوكي تمام، لكن إذا جينا بدنا ندرسه إحنا ما عنا نسبة انتحار مثل برا، لأنه مؤمنين بالله عز وجل إنه هذا قضاء وقدر أو نصبر. فبالتالي إحنا عنا أخذنا بيوم العلم إنه لا ما نستعمل هاد السيلفر نانو بارتكلز. أود أن أشكر من المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الجمعية العلمية الملكية، جامعة الملك عبد العزيز، ودكتوري وبروفيسوري منير نايفة بجامعة إلينوي الأمريكية، وشكرا دكتور رامي، وشكرا لدكاترتنا وحتى طلبتي، لأنهم أنا بأخذ القوة منهم. وهي بعض الجوائز اللي حصلت عليها، الليدرشيب أورد بالنانو ميديسين للتوليف الأخضر للسيلفر نانو بارتيكل 2020، جينيس ريكورد تصنيع أصغر بالسعودية، أصغر نانو سات لحجاج بيت الله الحرام. وهنا برضو التصنيع المرحلة الأخيرة لما نجفف الباودر تاني استعملها، وهاي هنا إثبات إنه the University of Jordan. يعني أنا بقلبي حب للجامعة الأردنية وحبي لكم أيضا، وشكرا جزيلا، شكرا دكتور رامي، ويعطيكم ألف عافية. بجد يعني ألف شكر عليك، بجد أنا كنت مستمتع بالشرح صراحة، مش هقدر عليك اللي أنا متحركتش من مكاني من أول الوزران لغاية دلوقتي، بالعكس يعني ده أنا عايز أسمع تاني وتالت بصراحة. أنا حقيقي بشرح بطريقة ممتعة وبطريقة جذابة جدا، وأنا بقيت مستمتع بصراحة بالحديث عن نانو تكنولوجي، متشوق بصراحة لأنا أسمع حتى عنه أكتر. شكرا جزيلا أستاذ دكتورة آلاء يوسف جيدان، Scientist of Nanotechnology and Microbiology، Higher Council for Science and Technology Kingdom of Jordan. شكرا لحضرتك. دلوقتي يا جماعه طبعا انا سعيد بالجمع الرائع ده من العراق ومن مصر ومن الاردن، طبعا انا عارف ان في دول كتير، بس انا عارف ان الحضور الاساسي هيبقى من ثلاث دول عربيه انا قلتها. دلوقتي انا هفتح باذن الله الشات زي ما احنا متعودين، اللي عايز يسال الدكتوره الاء سؤال يا اما يرفع ايده وانا هعمل له انميوت. في حد رفع ايده على فكره، انا هعمل له انميوت دلوقتي. دكتور محمود خليل، دكتور محمود خليل، لا مش معقول، دي مفاجأة.
مفاجأة مفاجأة مفاجأة. دكتور محمود خليل كان هو الأستاذ الدكتور محمود خليل كان هو السبيكر بتاع المحاضرة اللي فاتت بتاعت الإبيجينيتكس عن كانسر. هو كان ضيفنا الخميس اللي فات, وهو أستاذ مساعد في الجامعة العربية في بيروت, ولبنار زاعش الأسبوع اللي فات من دولة لبنان. يعني ده أنا يعني أنا سعيد إن أنا هسمع صوت خليل تاني يا دكتور محمود. منورنا ومنور مصر ومنور لبنان ومنور الأردن. الله يخليك دكتور رامي. ازاي حضرتك يا دكتور رامي؟ ربنا يخليك. ازاي حضرتك عاملين؟ شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا. الله يخليك. ممكن اسال الدكتور رامي؟ اتفضل يا دكتور. اتفضل طبعا. الله يخليك. اتفضل دكتوره الاء, شكرا جزيلا على المحاضره الممتعه واللي كلها معلومات ما شاء الله. انا بس كنت حابب اسال بس كم سؤال كده صغيرين. دلوقتي طبعا واضح ان العلم كله بيتكلم دلوقتي على الجرين بايو سنسرز والسيلفر نانو بارتيكلز, بس كنت حابب اعرف هو ازاي السيلفر نانو بارتيكلز هتقدر تفرق ما بين الخلايا السرطانيه والخلايا النورمال. ده اول حاجه. والميكانيزم بتاع الدستركشن ازاي بيحصل انترنالايزيشن للنانو بارتيكل جوه الخليه السرطانيه, ده اول سؤال. اتفضل يا دكتور. اوكي دكتور رامي اجاوب هلا. اتفضلي اتفضلي. اوكي هلا الفيديو اللي انا عرضته ببدايه الفيلم اللي هو المنطقه الحمراء, شفتوها كيف كانت المنطقه الحمراء؟ ولما اجى الدراج على هاي المنطقه قتلتها. هلا الميكانيزم اوف اكشن, شفتوا السلايدات اللي عملتهم الكت وحطيتهم كيف هاي النانو بارتيكل بتعرف ان هاي أحمر من سيل. اوكي طبعا بس في صوت مرتين, في صدى. اوكي هلا انا لما اجي استعمل النانو بارتيكلز هاي بتكون تارجتينج. تارجتينج يعني موجهه لهدف معين. كيف بتميز هاي النانو بارتيكلز انه هاي هيلثي وهاي نوت هيلثي؟ هلا بالفسيولوجي بدي ادخل شوي بالفسيولوجي تاع الخليه. هلا الفسيولوجي بيقول لك في فري راديكلز ري اكتيف اوكسجين سبيشيز ROS أو أكسجين راديكال. هاي الأكسجين بيكون عندنا ماينس وبتكون سينجلت منفردة لحالها. هاي اللي هي الأكسجين سينجلت بتقدر تتعرف عليها. ليش؟ لأنه أصلا عليها شحنة سالبة. هلا الشحنة السالبة مع شحنة مختلفة عنها بصير عنا تلاصق. عدا عن ذلك في عنا قوة متعطشة. هذا المصطلح من دكتوري الدكتور سيد بلال. متعطشة. ايش يعني متعطشة؟ هلا لما انت تكون عطشان وبتكون رغبتك انك تشرب هذا المي, فبالتالي هذا النانو بارتيكلز اللي احنا بنكون مصنعينه بيكون متعطش لانه ينجذب لهاي المنطقه. هلا راح سامعيني؟ راحت الصور اللي بالي. سامعيني دكتور رامي؟ سامعيني كدكتورة. تفضلي سامعيني. يس ايوه مع حضرتك. اذا بدك ارجع اشرح لك الميكانيزم من السلايدات برجع بشرح لك اياهم. واحنا الخميس الجاي هلا الدكتور رامي راح يحكي هذا الكلام. احد من الفريقين يعني الفريق البحثي بدنا نشرح بشكل اوسع لانه الميكانيزم لحالها احنا نشتغل هذا الشغل. وايضا الدكتور منير نايفة اللي ساعدني ايام الدكتوراه حصلنا على جملة. هاي الجملة يعني it's enough for patent, لكن انا لانه علم فعادي
I can told you إنه هاي النانو بارتيكلز كان إنها يعني تستطيع أن إنها تعمل DNA degradation. DNA degradation. فبالتالي تعمل آخر إشي بروتين precipitation. خلاص يعني disappear. أول إشي بتتعرف عليها في إشي اسمه signaling pathway. يعني إن شاء الله الأيام الجاية هلأ عمالنا بنعمل زي موفي أو إنيميشن إنه نعمل هاي الميكانيزم، بس هي يعني as patent، بس عادي بعد ما نحصل على البيتنت بننشرها. إنه signaling pathway، كيف يعني signaling pathway؟ هلأ الرادار أو ريموت الكنترول تاع التلفزيون، إذا أخذت الريموت وتاع التلفزيون هل رح يشغل الكونديشن عندي؟ لا. ليش؟ لأنه في عنا إشارات ريسبترز. يعني ما بعرف دكتور رامي شو رأيك أرجع للصورة تاعة الميكانيزم أوف أكشن دكتور. طيب اتفضلي حضرتك اتفضلي، وأنا كمان أنا كمان هارد يعني بعد ما نخلص الأسئلة كلها أنا هارد الفيديو تاني في الاخر اللي دخل متاخر وما شافوش. يس، لانه هي يعني عالم لما نيجي نحكي الميكانيزم اوف اكشن هو عباره عن عالم، ولما جاوبناها طبعا مش انا لحالي، باي ايميل الدكتور منير نايف ساعدني فيها، انه هي ايش بتعمل، كيف بتقتل، هي بتهاجم الدي ان اي. عشان هيك انا بحكي لطلابي هم مش شايفين اللي حواليهم، بقول لهم لا البسوا جلافز، بيقولوا طب دكتوره تفاح واملاح، بقول لهم لا، من هي اذا تحولت لنانو الجسم بيقدر يمتصها وتدخل على الدي ان اي. هذا اللي انا بحكيه من منطلق علمي، لانه انا عندي ضمير علمي مش موجود بالكتب. الكلام اللي انا هلا بحكيه مش موجود بالكتب، فقط انا والدكتور منير نايف بنحكي هذا الكلام، وبنشتغل انه نسجله، يعني لسه مش مسجل بالكتب هذا الكلام. خليني بس اشرح الفوق تاعه الفيديو واخر شيء بنعرض الفيديو. هلا شايفين، اقول لكم مثال اخر دكتور محمود، كيف الكوفيد 19 او الكوت بروتين تتعرف عليها مثلا الفاكسين. نفس السيستم هون، نفس الاشي هون، في عنا شايفين اللي لونها نهدية هون، هاي زي مستقبلات اوكي، وهاي الذهبية انا عندي النانو بارتيكل، هاي زي كي اند بلوك القفل والمفتاح. ما بتيجي دكتور محمود مستحيل تربط بالمنطقة الهيلثي، مستحيل، لأنه هذا الريسبتر مش موجود بالخلية الهيلثي سيلز. فبالتالي عندي ريسبتر مستقبل، وهاي عندي النانو بارتيكلز بتركب هون مثلها مثل الفيرال والأنتي فيرال هون. يس، فلما ترتبط خلاص. طيب هلا سؤال الثاني بعدين ايش بيصير؟ شفتوا الفيديو الدكتور هلا بعدين راح يفرجيكم الفيديو، انه اخر اشي راح يصير عندنا ديجريديشن، تختفي كل هاي التيومر. طيب عن طريق ايش؟ عن طريق اشي اسمه دي ان اي ديجريديشن، تقدر انها تعمل DNA degradation. طيب في سؤال آخر، طيب يا دكتورة هاد وين بيروح؟ طيب في عنا خلايا متخصصة بالإنسان، الخلايا البلعمية، هي بتعمل التهام للمتبقيات هاي، فبالتالي بتروح من جسم الإنسان بعد التريتمنت. هذا دكتور محمود ان شاء الله احنا عمالنا بنشتغل هذا الشغل انيميشن، لكن بحتاج لوقت تا الكلام يتحول لفيديو.
طيب الدكتورة رأي حضرتك ايه؟ رأي حضرتك ايه دلوقتي؟ انا فهمت ان حضرتك ايه ان السيلفر نانوباتيكل بتتعرف على الريسبتورز الموجودة على سطح الخلية. يس. وبعد كده الكاسكيد سيجنال الباث ويز تو تو دي ان دامج والدي ان هيحصل له دامج وكل الكلام الميكانيزم اللي يس نعم طيب. نعم خلينا نقول ان السايز بتاع النانو ده صغير قوي للدرجه ان هو ثبت ان هو ممكن يحصل له انترنالايزيشن اصلا جوه الخليه يعني ممكن هو نفسه النانو يحصل له انترنالايزيشن ده من جهه والجهه الثانيه طب انا ايه انا لو بحاول اعالج سرطان زي القولون او سرطان زي الكانسر دلوقتي انا دلوقتي المفروض الهدف بتاعي الرئيسي ان اعالج السرطان دوت في البني ادم طيب دلوقتي انا بعد كده لما بعالجه بالواتيفر نانو بارتيكل سواء كان كانسر او جولد ازاي هعمل له ريتريفل بعد كده ازاي هطلع اسمه بعد كده طيب هلا دكتور بيجي هذا السؤال للفورميوليشن للاندستري لما اجي انا اصنع هاي المواد النانويه بدي اعملها كوت زي كوت بروتين او كوت كيف الكبسوله الكبيره كيف الكبسوله او التابلت احنا بالتصنيع بنعمل لها كوتينج نفس الطريقة هنا بنعمل دكتور اشي اسمه نانو كابسوليشن هذا النانو كابسوليشن منقيس الوقت والزمن هلا انا بالنسبة للدراسة تاعتي انا استعملتها لسيل لاينز لكن المراحل اللي بعدها دكتور استعملنا الانيمالز عملنا انجكشن فالتارجت كان الانجكشن لكن بعض الاحيان بيكون التيومر بعيد زي ما حضرتك قلت لسه احنا هلا الكاكو 2 مشروعنا اللي هلا بنشتغله لسه ما وصلنا المرحله الكلينيكال لكن بقدر انا اجاوبك يعني بايماجينيشن او من عقلي بقدر اجاوبك دكتور انه كالتالي بنقدر نحسب الوقت الزمن الوقت اللي بدها تمشي هاي النانو بارتيكل للتارجت مع إحاطة لإشي اسمه نانو كابسوليشن كيف بنحصل على النانو كابسوليشن النانو كابسول هذا احنا بنستعمل زي جهاز اسمه سينيكيتر هذا السينيكيتر يعني سامبلز احنا بنحطها داخل السينيكيتر تعمل فايبريشن كيف السينكترون اللي بغير ترتيب الالكترونات وبغير الطبيعه الفيزيائيه والكيميائيه والبيولوجيه يعني كل الخصائص دكتور انت بتغيرها يعني هلا السيلفر اللي احنا بنشتغل فيه هو مش فضه والذهب اللي بنستعمله مش لونه اصفر اصلا لأنه الخصائص الفيزيائية والكيميائية حتى البيولوجية اختلفت ليش اختلفت؟ أنا لما أجزئها لأجزاء صغيرة ومتناهية الصغر تتغير خصائصها كلها يعني حتى لون الذهب ما بيكون لونه أصفر بيكون أورنج بيكون أورنج مائل على شوية صفار أو على حمار بس ما بيكون نفس خصائص الذهب بيكون مادة جديدة عشان هيك بتكون حقها الجرام 380 أو 300 وتفر من الدولارات لأنها مش هي أصلا خلاص اختلفت خصائصها كلها انت عمالك بتغير خصائصها البروبرتيز فيزيكال كيميكال بيولوجيكال البروبرتيز خصائصها كاملة تتغير تمام يا دكتورة شكرا جزيلا أهلا تمام دكتور طب دكتور محمود حضرتك عندك سؤال تاني لا شكرا دكتور شكرا يا دكتور طيب في دكتور تاني دكتور حيدر انا هعمل لحضرتك ان ميوت تسال الدكتوره آلاء تواصل معاها اتفضل دكتور حيدر اتفضل No, not mute. No, I can't. طيب في دكتور تاني اعتقد برضو كان رافع ايده بيسال
دكتور حيدر تحب هيك اعمل هيك ان ميوت؟ انا هعمل هيك ان ميوت تاني اقول هيك معايا. هيك معايا دكتور حيدر؟ طيب في بعض الاسئله اتكتبت الدكتوره الاء هقراها لحضرتك. في دكتور حيدر حمزه اللي هو كان رافع ايده اكسبريشن مانر ان كارسينوما سيلز 100-300 تايمز هاير ذان اون يوجوال سيلز اند ان ذا اولدر بتوين 106-107 ريسبتور كوبيز بير سيل. هو حيك في دكتور تاني بيقول هل المواد النانويه مثبته المأمونيه؟ مسببة المأمونية ايش يعني بالانجليزي؟ لا مثبتة المأمونية ايش؟ هو بيقول هل المواد النانوية مثبتة المأمونية؟ مسببة قصده الفاليديتي تيست دكتور؟ قصده الفاليديتي تيست؟ غالبا هو لو هو يرفع ايده يسأل كمان لو عايز يوضح مأمونية ايش؟ ثانية واحدة هو كاتب بجوز قصده سيفتي هل المواد النانوية مثبتة المأمونية؟ غالبا السيفتي بتاعها بيتكلم عن السيفتي بتاعها مأمنة يعني. اوكي هلا اذا بيحكي عن الفاليديتي تيست انه قديش هذا بضل نفس خصائصه مستمرة أو السيفتي رولز أنا قلتها. أنا بحكي لطلابي الماجستير والدكتوراه ومساعدتي دائما بقولهم في ملابس خاصة دائما السيفتي رولز. أنا ما بعرف هذا يعني شيء كان موجود من زمان وصار عندنا ريفوليوشن عام 1981 لما اكتشف يعني هو حديث لما تقول 1981 لما اكتشف المجهر الخاص اللي احنا بنشوف فيه اللي هو سكانينج الكترون مايكروسكوب والفورس مايكروسكوبي هدول هم اهم اشي اللي قدرنا نشوف هدول. انت ديلز ويف اشي مش شايفه والسيفتي رولز يعني هلا بلش من تحت الطاوله دكاتره ينشروا عن التوكسيسيتي لكن احنا مضغوطين لكن انا ما بخاف من احد انا يعني لاني محاسب امام الله ودكاترتي عشان يفتخروا فيي وطلابي عشان يفتخروا فيي انا بحكي لهم انه لما ييجوا يشتغلوا لازم يكونوا لابسين جلوفز هو غير مرئي وبرجع بحكي انه من الجلد هي في انا هون عندي زنك اوكسايد موجود هون يعني بيكون بيقدر على الاختراق هذا العلماء لكن مش مصرح إلنا بالنشر ولكن أنا من ضميري الإنساني مش سائلة عن تخصصي ولا سائلة عن ببلشت بيبر ولا سائلة عن ترقية أنا سائلة عن الضمير الإنساني بقول لك إنه yes there is a toxicity وعادي مش مشكلة ديروا بالكم في توكسيسيتي أثناء التصنيع لازم يكونوا لابسين لبس خاص مثل اللي بيشتغلوا بالكوفيد 19 نظارات جلوفز دبل everything لأنه هي تستطيع الاختراق والدخول الى دي ان اي وتغيير السلسله تاعت يعني ميبي انها تعمل حذف لسام نيوكليوتايد ديليت يس كان بامكانها انها تستطيع عشان هيك بقول لكم الخلايا الميكانيزم اوف اكشن هينا عمالنا شغالين عليها انه نثبت هذا الشيء خلص ما دام اثبتنا معناته الواحد بده يدير باله على حاله اللي بيصنعوا هاي المواد طلابي مساعدتي ما بخليها حتى تمسك البوتل من الخارج يعني بيكون فويلد ومغلق ومحكم الاغلاق وما بيفتح الا اندر لامينار وبالمختبر
وحتى الطلاب الثانيين اللي ما بيشتغلوا بالمختبر تاع النانو وباللمينار ما بسمح لهم، يعني تاعون التيشو كلتشر بيكونوا بلمينار اخر وتاعون النانو اخر، لانه التيشو كلتشر هاي تيشوز عاديه، احنا بنشتغل تيشو كلتشر بنكون احنا خايفين على التيشوز، بينما النانو احنا خايفين على البني ادم. شايفين الاختلاف الستوري او السيناريوز، ديفرنت سيناريوز. الطلاب اللي بيشتغلوا على التيشو كلتشر احنا ما بنخاف على الطلاب من التيشوز، احنا خايفين كونتامينيشن يصير من الطلبه على التيشوز، لكن غرفه النانو بدها تكون معقمه. هلا في حاله اذا كان تستخدم از انتي كانسر او حتى بيستيسايد او حتى نانوسات، لانه احنا صنعنا نانوسات يعني في الفريق السعودي الدكتور علي المقر هو بالسعوديه، يعني غرفه معقمه نفسها نفس لما انت تستعمل ديز ويز مايكروبس. يس انا الحمد لله هلا انا مرتاح ضميري. تفضل. في دكتوره رفع عاديه، دكتور اروى اتفضلي. دكتور اروى السلام عليكم دكتوره. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم الحضور. طبعا محاضره جدا شيقه وجدا مفيده، ونشكر طبعا الحضور والتجمع من كل البلدان، هذا فشي كلش يشرفنا. الله يسعدك. من وين دكتوره؟ من وين؟ من العراق. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، متشرف. اهلا وسهلا بي. اهلا وسهلا دكتوره. اذا امكن، هل بامكانكم تصنيع يعني نانو بارتكلز تكون سبيسيفيك لسبيسيفيك سيل؟ يعني مثلا انا تخصصي نيورو ساينس. يس. لو هل ممكن انه اسوون ديزايننج خاص لنوعيه خاصه من الخلايا؟ اوكي تمام تمام. هذا السؤال خلصتي ولا في كمان؟ هو يعني هذا اول شيء، والشغله الثانيه يعني طبعا مو فقط بس الديزايننج، انما وياها الفانكشناليزيشن يعني لاي اخر، وطبعا ما تكون سيل لاين، لانه اهم شيء انه هي ما تكون سيل لاين. طيب ما احنا لازم نشتغل على ثلاث مراحل، مرحله اولى سيل لاينز، مرحله ثانيه انيمالز، مرحله ثالثه كلينيكال ترايلز. ما بقدر، ما الاف دي اي ما بتصرح لي، فانا يعني رح يكون البحث غرضه النشر. اكيد هو بحث غرض النشر، هو اكيد غرض النشر، ولهذا يعني مثلا احنا نعرف السيل لاينز الفيزيكال بروبرتيز هي مو مثل نورمال، هي مو هي ديزيز سيل يعني. فلهذا بعض الاحيان يتوجهون الى البرايمري سيلز، لكن مو هيومن طبعا، يبدون اكيد بالانيمال سيلز. اوكي. هذا يعني واكثر شيء يعني تنطي ممكن الفيزيكال بروبرتيز، وممكن تنطينا نتائج تكون افضل نوعا ما، باعتبار انه هذه البرايمري سيلز تكون خلايا طبيعيه واقرب للطبيعي، فتنطيني الريزلت وتنطيني اي اف ذيرز اني سايد افكت او اني توكسيسيتي، كل هذا ينطيني تكون الريزلت مالتي اكيوريت، يعني الاكيوريسي مالتي عاليه تكون اكثر من مثال لاين. صح كلامك. صح. هلا هذا الفيجر، فيجر نمبر 7، احنا حتى نحسب السايتوتوكسيك سايتوتوكسيسيتي افكت لازم نقارن شيء اسمه زي بوزيتيف اند نيجاتيف. هلا السيل لاينز، السيل لاينز اللي المسرطن او اللي فيه النات هيلثي، الام سي اف 7 اللي هو تاثير هذا البرودكت على السرطان، لازم احنا نقارنه بخلايا هيلثي برضه بنجيبها من مخارج بنفس الكيت. احنا بنطلب منهم جيبوا لنا خلايا طبيعيه وخلايا انفكتد او مصابه، فبيكون عندنا بوكس فيه ويعني بتكون موجوده هيها بالفيجر نمبر 7. فانت بتجيبي وبتقارني انه ما صار عندنا، لانه انا بهمني الخلايا الطبيعيه انها ما عملت
دمج لإلها. ما بدي انا الخلايا الهيلثي يصير لها دمج. هلا انا لما اجي استعمل نانو بارتيكلز 100 مثلا بارت بير مليون، جزء من المليون، انت بتحكي عن دوز كتير صغير، دوز قليل، فالسايد افكت بقلل. لكن انت يعني لما تقللي السايز بارتيكل باستعمال النانو تكنولوجي، انت يعني بنلغي سعر الدراج، يعني بدل ما تكون الجرعة كافية لواحد بتصير كافية لعشرين شخص. السايد افكت بقل، السايد افكت يعني في بعض الاحيان لما شعر الست يتساقط، انا شفت هذا الالم يعني، لانه والدتي توفت قبل 17 سنه بهذا المرض، والحمد لله هذا كان دافع لي انه اشتغل بنفس النوع اللي هو الكاكوتو، نفس نوع السرطان اللي والدتي توفت فيه، وشفنا المعاناه، وفي نسبة السرطانات كتير منتشرة بسبب أسباب كتيرة، يعني إما جينياً أو طريقة الأكل أو الأكتيفيتي أو حتى الستريس. يعني في بعض الأحيان ما بي إنه الستريس هو زي كوزال إيجنت. فيعني بعائلاتنا موجود هذا الشيء، وشفت المعاناة لما المرأة يسقط الشعر اللي هو يعني دلالة على الأنوثة، قديش الإحباط عدا عن الألم. يعني الكيموثيرابي بعض الأحيان الكانولا تحركت من الفين، حرقت اليد يعني صار أسود لأزرق مزرق، حرق المنطقة محل ما تحركت الكانولا وطلع من الفين. فاحنا بنحكي عن تقليل جرعه، بنحكي عن كل لما نيجي احنا نرخصه بنيجي نكتب كل البوزيتيف والنيجاتيف. فبالتالي اخر اشي عشان يقولوا اوكي لسه ستارت ويز، بيكونوا دارسين لكل شيء. مثلا هلا احنا هلا لاخذ رخصه باستخدامه، لكن سم كيسز اللي هم طبعا هذا القرار اللي ساعدنا فيه الدكتور من الجمهورية مصر العربية الدكتور السيد بلال جادو، القرار انه اوكي ماشي فقط للكبار بالسن، لانه اصلا اللونج تيرم هو بيأثر اكيوميليتف لبعد مثلا 10 او 15 سنة. طيب هذا الكبير بالسن بجوز بس يعيش 5 سنوات، فخليه يعيش بسلام بألم أقل. فبقول لك حسب الأهل البيشنت إيش بأخذوا هذا القرار الديسيجن، وحسب ضمير الطبيب. ما تحكوا عن الشركات، أنا ما بآمن بضمير الشركات، أنا بحكي عن طبيب وبحكي عن فاميلي فقط لا غير. عفوا دكتورة، طبعا سؤال هو تكميلي لهذا الشيء. طب هي النانو بارتيكلز لما رح تدخل الخلايا الانترنالايزيشن ميكانيزم على ما اظن حتكون اندوسايتوسيس. اوكي يس، هلا حسب التارجت. يعني شفتي الفيديو لما كيف عمل ريليف، شفتي الممبرين، شفتي الممبرين اللي هو جزء الهيدروفيليك والهيدروفوبيك، منطقة الداي، منطقة الداي بيكون عندنا الداي فوسفوليار، كيف إجا والتصق بالمنطقة الممرين والتصق، بعد ما التصق بيعمل ريليس. شفتي كيف لما عمل ريليس؟ أنا بمثله زي مثلا المركبة الفضائية، أو مثلا لما ينزل صواريخ موجهة أو كذا، يعني نفس الآلية. بالضبط، هو هذا هي الآلية هاي اللي هي معروفة، لكن بعض الخلايا ما عندها هذه الآلية، فهل ممكن أنه
نسوي ديزاين خاص لبعض الخلايا اللي ما لها هاي الآلية. حلو، ممتاز هذا السؤال دكتورة. دكتورة هلا أنا في عندي طالبة وعدتني إنه بعد الساعة الثامنة لأنه عندها ليكتشر تنضم إلنا، طالبتي بيان من معهد النانو تكنولوجي بإربد، طالبتي الماجستير، بنشتغل على إشي اسمه الماشين ليرنينج. أول إشي إحنا بنصنع هاي المواد وعن طريق البيو انفورماتكس، يعني احنا بنعطي الكمبيوتر ريزلت. بدنا بيج داتا، يعني بدنا اعداد هائلة من الكيس تا احنا ندخلها بالكمبيوتر. هلأ دخلنا هيوج داتا، معلومات وريزلت هائلة، بيصير الدكتورة بيصير عندنا الكمبيوتر يعمل زي ماشين ليرنينج، يتعلم لحاله ويصير هو اللي يعطيك النتيجة. هاي طالبتي عندي بالتكنو، بجامعة التكنو معهد النانو تكنولوجي، هي عبارة عن رسالة ماجستير. فسؤالك يعني بمحله، يعني اوكي ماشي، في بعض الاشياء بندخل الذكاء الاصطناعي. نعم نعم، بس بدنا لازم ندخل بيج داتا حتى اول اشي هو يتعرف. هو دكتورة بيلاقي اشي اسمه الرابط العجيب، يعني احنا بنكون مش خاطر ببالنا انه التغيير مثلا ميبي بنسبة الهيدروجين او نسبة حتى مثلا بيصير للمريض ديهايدريشن او بيصير للمريض whatever. الكمبيوتر بيقدر يميز انه هذا او كان ديتكت وايرلي، يعني بيكون الاجهزة ما بتقدر، الاجهزة المصنعة الان ما بتقدر، لانه اصلا دكتورة ما بيكون ظاهر على الخلية نهائيا قبل ما يظهر. ليش دكتورة نسبة النجاح عالية؟ ليش؟ لأنه بيقولك كل ما أنت اكتشفت المرض بدري كل ما قدرت تعالج بنسب عالية، توصل أكثر من 95% الدراسات بتحكي. فيعني هذا شغل إن شاء الله يا رب الله يوفق طالبتي بيان إن شاء الله لهذا العمل، وإن شاء الله الله يوفقكم كلكم ويبعد عنكم كل مكروه. وحتى الكوفيد 19 فاكسين في بعضهم بدون ذكر الشركات استعملوا نانو كابسوليشن. ليش نانو كابسوليشن؟ نرجع للسلايد لما عرفت لكم نانو، لما اجيت قلت لكم ايش هو النانو، لما اجيت قلت لكم هو عبارة عن سكيل اقل من المايكرو 10 to power minus 3. بس خليني ارجع هون لتعريف النانو عشان بس الصورة توضح. شايفين هاي المادة الوراثية هنا؟ طبعا أنا بحكي عن الدي ان اي اور ار ان اي، دبل ستراند اور سنجل ستراند، بس يعني كجينيتك ماتيريال كمادة وراثية. شايفين الحجم لوين؟ احنا عمالنا بنحكي عن النانو سكيل. طيب هلا المسنجر ار ان اي اللي بدنا احنا ندخله، طيب كيف بدي اعمله؟ كابسوليشن، معناته لازم نلجأ لتقنية النانو تكنولوجي للنانو كابسوليشن حتى نحمي المادة الوراثية اللي احنا بدنا ندخلها، اللي هو بتكون كوت بروتين. احنا عنا للكوفيد 19 ما دخلوا، ما عملوا مايلد فيروس، ما ضعفوا، ما عملوا ويكنس لإله. هم اخذوا بدون ذكر الشركة، هم اخذوا الماسنجر ار ان اي للبروتين الخارجي للسبايك، شفتوا اللي بتشبه زي الانتيبادي، اللي بتشبه الانتيبادي، هاي اسمها سبايك بروتين. هاي السبايك بروتين اخذوها وخلوها الجسم، يعني دخلوها على الجسم عشان يتعرف عليها الجسم. طيب كيف دخلوها على الجسم؟
كيف قدرت توصل للمكان وكيف حفظت. طب ما هو انا لما اشتغل مع الطلاب مرات الطلاب بيقولوا دكتورة ضايع الباند الستراند تاعت السيبريشن للدي ان اي اللي احنا استخلصناها المادة الوراثية من حركة بسيطة من حرارة صغيرة من حركة خاطئة. طيب كيف انا بدي احمي الجينيتك ماتيريال؟ بدي اعمل لها شيء اسمه نانو كابسوليشن. هلا الشركه تحفظت انه شو فيها عشان هيك في ناس قالوا لا انا ما بدي استعمل الجينات بدي استعمل المايلد المضاعف. هلا هاي الكوتي بروتين من جلاتين من مواد طبيعيه او من مواد حيوانيه بس لازم تكون قابله للتحلل. فالتساؤلات هاي قبل ما انت تقرر شو بدك تاخذ او النانو كابسوليشن ايش هو جريدابل اور ان جريدابل، هل هو يتحلل في الجسم او لا يتحلل، بعد قديش بيتحلل بالضبط دكتوره؟ يجب ان يكون بايو كومباتبل اند بايو ديجريدابل، هذا اكيد يعني. Yes. طيب يعني نستأذن من حضرتك دكتورة يعني إذا ممكن عنوان أو رقم أو أي شيء ممكن تواصل لأنه في أفكار كثير. أوكي أوكي بتشرف فيك دكتورة. بالعكس هلا أنا من ضمن اللي هو أنا عضو في اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب على مستوى الوطن العربي تحت اللي هو مجمع الجامعات العربية والوحدة الاقتصادية. هلا أنا رئيس قطاع الإبداع والابتكار. بالعكس أنا بتشرف فيك دكتورة وأنا بدي أطلع أعضاء من الدول العربية لأنه هاي رسالة وبيقول لك كاد المعلم أن يكون رسولا. فإحنا لازم ننشر العلم ننشر المحبة ننشر أي شيء. وأنا بتشرف فيكي وهي الدكتور رامي يعطي الكونتاكت نمبر إنك تنضمي معانا باللي هو قطاع الإبداع والابتكار التابع لاتحاد الأكاديميين والعلماء العرب. أنا أكون ممنونة وأنا المتشرف بيكم أكيد. أنتظر من الدكتور رامي. شكرا لك شكرا لزوجك شكرا دكتور شكرا دكتور رامي شكرا لحضرتك نورتينا نورتينا. طيب شكرا دكتور علاء بجد على المعلومات الغزيره دي. هل في حد يا جماعه عايز يسال الدكتور علاء؟ دكتور حيدر حضرتك رافع ايدك من بقالك فتره. طيب واضح ان حضرتك مش معانا لان العلامه عندك خفيفه واضح ان النت عندك فيه مشكله. فالعادي يسال اي سؤال يا جماعه للدكتوره علاء يرفع ايده يرفع ايده وعمل له عن ميوت. دكتور حيدر طيب في تقريبا حد كتب سؤال. دكتورة في دكتورة زهرة بتقول if we use the nanoparticles in animal diet can be transmission to the product such as milk or egg can be transmitted to the product. هي بس كده transmission يعني هو لو استخدمت النانو بارتيكل في انيمال دايت كان زي بي ترانسميتد تو ذير برودكت ذات از ميلك اور ايج. طيب هلا بدي اقول لك هلا بدي ارجع هاي السلايد. هلا دكتور هلا النانو بارتيكلز هو عالم واسع فلازم تحدد هل ايش نوع النانو بارتيكلز رقم واحد. رقم اثنين السايز لانه البنتريشن بيختلف السايز الشيب. رقم ثلاث شكله. هلا اذا شكله كان سفيريكال بيختلف عن اذا كان زي الفلاور او كول فلاور زي الزهره او الورده. هذا رقم ثلاثه. برضه في عندنا يعني عوامل اخرى زي ايش هاي العوامل. انا بامكاني دكتور رامي استعمل إشي اسمه فايتوسوم. أنا بإمكاني أستعمل لحفظ الأكل والحليب. بيقول لك حتى المي اللي إحنا بنشربها بإمكاننا نطلع نانو بارتيكلز بس هاي غير مؤذية. يعني أنا بحكي حسب
الكلاسيفيكيشن، ايش هذا النانو بارتيكلز، هل هو هيفي، هل هو توكسيك، هل هو ايش هو اللي هي بتحكي عنه. رقم واحد. هلا رقم اثنين، شايفين هاد الاكل اللي عنا اللي موجودة بالصورة، هاد بامكاننا نعمل طبقة دكتور. شوف بالمصانع الكبسولة، الكبسولة العادية الدواء لما يجوا يدخلوها بالمصنع ويعملوا يعملوا زي انه يشيطوها بالكوت هاي او كوتينج، بلاش نحكي الكبسولة لانه الكبسولة بتيجي للدراي، خلينا نحكي عن الكوتينج. الكوتينج بيجي اكتر منه للتابلت. لما نيجي نعمل كوتينج احنا منجيب مادة، من وين هاي المادة؟ جلاتين، مواد طبيعية، مواد سويتنر تحلي تغير اللون حتى تصير هاي يعني المقبولة، هاي في حالة الكوتينج. وهنا نفس الشيء بنيجي نعمل اشي اسمه نانو كوتينج. نانو كوتينج نفس الكوت اللي بنعمله حتى نحفظ حبة الدواء في حالة التابلت. هون ايش بنعمل؟ بنجيب جلاتين، منجيب مواد، طبعا هي بروسيسينج يعني هي اثناء التصنيع بتمر بمراحل. اول اشي بيجيبوا مثلا هاي التفاحة، بعدين بحضروا سوليوشن، هذا السوليوشن فيه نانو بارتيكلز. في عنا اذا بتلاحظوا بعض الجولدن هذا التفاح الامريكي في طبقة بتلمع، اذا انتوا بتلاحظوها المستورد اللي بيكون تفاح احمر اسمه جولدن، السبيشيز لإله بيكون في لمعة، هاي اللمعة مش من التفاحة، هاي سبري مرت ببروسيس معين وعملنا ضخ عن طريق النزل كونسنتريشن معين، لكن الـ FDA سامحة فيها بكميات قليلة جدا. عشان هيك أنا بقول غسلوا الأكل اللي إحنا بناكله لازم نغسله في طبقة، إما في مادة مصنعة من الخل بكونسنتريشن معين أو بتكون جاهزة من المحلات، فإحنا نغسل الخضار والفواكه. ليش إحنا هلأ نسبة الكانسر مرتفعة جدا؟ من الأكل الغير صحي، من المبيدات، من الريزيديوز. إيش يعني ريزيديوز؟ يعني متبقيات المبيدات. طيب أوكي ماشي، ما هي المسموح إلها أوكي، ما هو بصير عنا accumulation، بصير عنا تراكمات. وبعدين الجرعة، إحنا عنا بالشرق الأوسط لما نيجي ناكل جرعة الأكل إحنا عنا أكتر، فبالتالي بنعمل consuming أكتر أو استهلاك أكتر، فبالتالي إحنا جرعتنا بتختلف عن دول برا لأنه الهبت العادة تاعتنا مختلفة تماما عن الأكل اللي خارج الميديترينيان. فكل هاي الاستراتيجية أو البروتوكولات كلها بتأدي لبعضها. أنا بدي أجاوب على جواب الدكتورة إنه بإمكاني أستعمل نانو زي نانو كابسوليشن، هي مش ضارة إلى حد ما وتحفظ الغذاء. يعني في بعض الدراسات أنا والدكتور بالجامعة الأردنية مالك حدادين دكتور البيوتكنولوجي بنعمل دراسات إنه نستغني عن الثلاجة لأنها هي مكلفة، الثلاجات التبريد، وغير عن مكلفة الفاليوابل أو المواد لما أنت تبردها أو تفرزها بتفقد الفاليوابل اللي هي زي مثلا الفيتامينز أو المواد اللي موجودة، ما بتكون 100% مثلها مثل الفريش
إذا كانت مثلا مفرزة أو كانت بالثلاجة، فإحنا بنحاول إنه نعمل طبقة، هاي الطبقة سهل إنه تنشال إذا انغسلت منيح، وسهل إنك تشيلها، لكن لما أنت تشيلها بعض الأصناف المستوردة بدك تشيلها بسكينة أو تقشرها، لأنها هي عبارة عن طبقة فيها زي واكس، واكس هاي بتمنع الريسبيريشن. ايش الريسبيريشن؟ التنفس، تمنع انه التنفس او التيشوز النسيج هذا النباتي انه يتنفس، فبالتالي بيطيل عمر هذا البرودكت، ان كان تفاح ان كان برتقال ان كان وتبر من الصور اللي حوالينا. يس، اي سؤال اخر؟ ان شاء الله اكون جاوبت. هل جاوبتك دكتوره على السؤال؟ ان شاء الله دكتوره، وكانت اجابه وافيه. دكتور حيدر بيسال how can we calculate the molecular weight of functionalized nanoparticles. اوكي، هلا المولكيولر ويت دكتور، احنا بنيجي اول شيء بنشتري بوتل، مثلا نيجي على المغنيسيوم سلفيت. المغنيسيوم سلفيت بنشتري نص كيلو من شركة بديش اكس، بيكون مكتوب عندنا المولكيولر ويت ونسبة الهيدروجين ونسبة البيوريتي، بيكون موجود بالبوتل. طيب شو بنستفيد منه؟ بنيجي ناخذ هذا الرقم وبنرجع على الانترنت من العلماء السابقين شو بيقولوا؟ بيقولوا اوكي المولكيولر ويت مثلا لو طلع 99 لمين؟ انا ما بحكي عن المغنيسيوم اوكسايد، انا بحكي عن المغنيسيوم سلفيت. هذا المغنيسيوم سلفيت بيكون له مولكيولر ويت محسوب محطوط على البوتل، باخده وبسجله عندي بالإكويجن. ايش بيكون عندي الإكويجن؟ برجع على الانترنت بشوف ايش العلماء السابقين، بدل ما انا اعمل تجربة جديدة واعمل تايم كونسيومينج وإيفورت وتكلفة، ليش ما ارجع على علماء سابقين؟ وهذا اللي احنا تعودنا عليه انه ناخذ من بعض. ليش احنا نعمل سايتيشن؟ اني ارجع لدكتور مشتغل قبلي وهو اللي مشتغل، هو بيكون تخصصه اورجانيك كيمستري، باخذ منه هذا الاجابه. مثلا ايش بيقول لي هذا الدكتور؟ بيقول لي المغنيسيوم اوكسايد الويت له مثلا 20 اذا انا استعملت مغنيسيوم سلفيت. باخذ هاي المعلومه وبحطها عندي، باجي بقول C1 V1 equal C2 V2، بحط الكونسنتريشن والفوليوم، باجي باخذ ارجع للبريباريشن. دكتور اذا سمحت لي، اوكي يا هذا الكلام يا حتى بالببلشت بيبر دكتور ما بتلاقي، يعني الببلشت الاوراق المنشوره يعني بتلاقي شويه انانيه، الديتيلز لا تذكر. بيجي دور الكونفرنسز ودور الانسانيه انها تنشر كل شيء دكتور، زي ما احنا بننشر السلام، ننشر الحب، ننشر الخير، فهاي مش موجودة بالكتب، لكن أنا بدي أنشرها دكتور لأني بحبكم كتير، بحب طلابي أدرسوا كويس. بس نيجي على الـ preparation، هنا الـ detailed characterization هذا، أوكي preparation this one. اوكي شايفين البريباريشن هنا؟ هون البريباريشن بنيجي نحدد وزنه ونحدد فوليوم، بنحكي C1 V1 equal C2 V2. طيب انا شو بجيب؟ انا بجيب مثلا نص لتر، او دائما بشتغل على لتر عشان يضل عندي، عشان الطالب اذا لا سمح الله لا قدر الله اللجنه قالت اعيد تجربه يكون عندي النانو بارتيكلز اللي اشتغل عليها، مش يرجع يصنع من جديد. فأنا باجي بصنع من أول، بحدد فوليوم وبحدد اللي هو قديش بدي أحط، مثلا بنص لتر مثلا
او لتر، خلينا نقول لتر، لتر بحط مثلا 10 جرام من مغنيسيوم سلفيت الملح مش الاكسايد، انا الاكسايد لسه ما وصلت له. الاكويجن انا عندي MgSO4 بلس ايش؟ بلس البلانت اكستراكت. طيب ايش في البلانت اكستراكت؟ في الكالويد، في فلافينويد، في واتيفر من هذول البرودكت، مثلا بلاش التفاح نقول اوراق الزيتون اللي اشتغلته باليونان. اوراق الزيتون في ماده اسمها 7-ليتيونين، 7-ليتيونين هاي الماده هي بتدخل للريدوكس رياكشن. ايش يعني ريدوكس رياكشن؟ يعني تفاعلات الاكسده والاختزال. بالكيمياء نرجع ل 101 ونرجع للإكويجن تاعت التفاعلات الأكسدة والاختزال. فبصير عندنا بالإكويجن اللي هو أنا قلت MG، MgSO4، SO4 بتروح وين؟ بتروح مع OH. ليش؟ لأني أنا أصلاً حطيت deionized distilled water رقم واحد، وحطيت redox reaction، إجا الأكسجين ارتبط بالMgO. كيف؟ هلا اسالوني كيف انا تخلصت من الاس او 4 اللي انا ما بدي اياه؟ كيف اللي انا ما بدي اياه كيف تخلصت منه؟ ما انا بعمل اثناء البروسيسنج، هذا مش موجود نهائيا حتى بالابحاث المنشوره ولا بالكتب، بعمل شيء اسمه ديكانتيشن. ديكانتيشن يعني المحلول اللي فوق طبقه واللي تحت طبقه، فانا اما بشيل عن طريق الجرافيتي او بجيب بايبت العادية مايكرو بايبت، باجي بسحب الطبقة اللي فوق اللي انا ما بدي اياها، وبحصل على الطبقة اللي تحت اللي هي الفاينل رياكشن. لانه صار انا عندي رياكشن، انا جبت مواد تفاعلت مع الملح وحولت لي اياها لأكسايد. فهيها دكتور انا بحدد حسب الفوليوم وحسب المولوكولار ويت البوتل اللي انا جبته. عشان هيك بحكي انا لطلابي دائما يصوروا البوتل، لانه المولوكولار ويت مهم، نسبه الهيدروجين، هل هو يعني في رطوبه او قديش نسبه الرطوبه بهمني. وكل ما كان رطوبه ما بدي الهيدروس، ما بدي هايدرس، لأنه الهايدرس بيأثر لي على الوزنة. أنا ما بوزن أملاح، أنا عمالي بوزن رطوبة. فدايما بقولهم لازم يسكروا البوتل بس يخلصوا، لما ييجي ياخذوا الوزنة يسكروها قوي، لأنه ما بدي الوزنة تخرب، ما بدي الكونسنتريشن تخرب. ليش بخرب؟ إذا دخل هيدروجين جوا من الجو بتحول ل H2O. انا ما بدي يصير هايدروس سوليوشن جوا البوتل لإلي وبزيد الوزنه. لما يزيد الوزنه فانا ما عمالي بوزن ماده، انا عمالي بوزن هايدروس، بوزن رطوبه. هذا الشيء انا ما بدي اياه نهائيا، لانه بخرب لي اخر شيء الكونسنتريشن. لاني انا راح احضر من الستوك سوليوشن راح احضر ديفرنت كونسنتريشن. هذا الستوك سوليوشن احنا بنخليه عندنا، وبعض الاحيان بنحوله لبودره عشان الطالب. انا ما بدي اقول اذا لا سمح الله ما نجح بطريقه يعني انه من اول مره، لانه في مرات بمددوا للطالب، هاي بتضلها عنده لإله، برجع لها as reference لمرجعية. الستوك سوليوشن مش الديلوشن، لا ما بنحتفظ فيها، يعني فقط احنا الستوك سوليوشن احنا بنحتفظ فيه للطالب او للباحث، الديلوشن لا. بعدين احنا بنعمل different concentration، واهم اشي الستوك سوليوشن، هذا اهم شيء. بعض الاحيان لما يكون انا عندي هايدرس فانا بضطر اشتري بوتل اللي هو ديهايدرس او انهايدرس. انا بيهمني انه يكون انهايدرس، ما بدي وزنه يخرب على الطالب تحديد التركيز. لانه دكتور
اوكي هلا هذا الباحث او طالب اشتغل على كونسنتريشن، طب ما هو كل العالم بيشتغلوا، فيقارن شغله مع شغل دكاترة تانيين، هل هو بنفس الرينج؟ مثلا انا افضل قراءة كانت تقريبا 100 parts per million اللي هو جزء من المليون. فانا عندي اهم شيء the first step اللي هي the preparation for stock solution، هاي اهم نقطة في التحضير. أوكي. شكرا دكتور علاء. اهلا دكتور. طيب انا هحاول اخر سؤال ويكون غالبا ممكن يكون اخر سؤال. في دكتور اكرامي احمد، فيما يخص دور المناعه الخلايا بالعامة، هل هو مصدق قطعا؟ ذكر الدكتورة مكتبة عن بعض المواد المستخدمة في الاستخلاص التي هي أقل ضررا على البيئة من الكحول، فلو ذكرت لنا بعدها يعني بيسأل حضرتك أكثر بعض المواد ديت. وطبعا زي ما قلت حضرتك الأول، هو فيما يخص دور المناعة والخلايا بالعامة، هل هو مصدق قطعا؟ اوكي، ممكن دكتور تسالني السؤال انت لانه القراءه شويه قطعت، ممكن انت تسالني السؤال بلغتك؟ طيب دكتور اكرام انا هعمل لك انميوت وحضرتك اسال الدكتوره. دكتور انا كده عملت لك انميوت، ممكن حضرتك تسال الدكتوره؟ طيب هو ما عمل ميوت تاني. طيب يعني لغايه ما يظهر تاني دكتور. انا فهمت السؤال دكتور، انه هل هناك دراسات انه خلايا البلعمه الفاجوسايت هي تقوم بابتلاع اللي هو متبقيات النانو بارتكل؟ هيك السؤال كان. ايوه تقريبا صح زي ما حضرتك بتقولي. تمام هلا يس في دراسات، لانه دكتور لما نيجي نحن ندرس بس في صوت صدى شوي. هيك راح. تمام. في دراسات هلا انا لما اجي ادرس اللي هي الكويستشن مارك، ايش هي الكويستشن مارك اللي محيريتنا احنا لما نيجي نقعد بالمؤتمر؟ الفيس مصير، هذا كثير مهم. كلمه واحده دكتور، كلمه واحده محيره، كلمة واحدة، وين مصيرها؟ أين مصير هذه النانو بارتيكلز بعد انتهاء وظيفتها؟ ماشي؟ هلأ رقم واحد، إذا بده يعرف الدكتور كيفية إنه حصلنا على هذا الجواب، كيفية، بدنا نرجع ناخد سامبل ونشوف هل هناك مثلا اذا كنا باعتينها مثلا على منطقة معينة بعد انتهاء التريتمنت، نرجع نسحب سامبل ونرجع ندرسها من جديد. هاي سيناريو انه نشوف هل هي موجودة او راحت. رقم اثنين، هي دخلنا مش الانترنت اوف ثينجز، دخلنا الايماجينيشن، كيف الـ مثلا الخلية العادية لما يصير نيكروسز، شو يعني نيكروسز؟ شو الفرق بينها وبين لما احنا نقتلها؟ هلا النيكروسز هي موجودة يعني بشكل طبيعي، بس احنا ما بنعملها كل، هي لحالها بتصير الخلية مثلا مرحلة الشيخوخة وبتموت لحالها، احنا ما قتلناها. هلا العلماء السابقين شو قالوا السيناريو تاعون؟ العلماء السابقين انه الخليه لما تصير هرمه ولما تصير مثلا غريبه على الجسم او اي جسم غريب بصير لها فاجوسايت.
على هالاساس السيناريو الثاني احنا قلنا انه هاي دكتور كلها سيناريوز، كلها سيناريوز، احنا بحاجة لدراسات اكتر من هيك، يعني بدنا على المايكروسكوبيك ليفل، بدنا مثلا زي كاميرات تدخل على البلد ستريم. طيب بعد ما تدخل كيف بدنا؟ هذا السؤال اللي محير، ما بعرف، بجوز مابي انه الشباب يقدروا يساعدونا، لانه بتعرف كل ما صغر العمر كل ما يعني هذا الجيل زي طلابي بالماشين ليرنينج مابي انهم هم اشطر مني لقدرتهم على التخيل بشكل واسع، هو بيخلق السيناريوز. هلا بامكان انه اذا كان في منطقه الجهاز الهضمي بجوز تكون سهل، كيف؟ عن طريق انه مثلا كبسوله كاميرا مثلها مثل التصوير اللي هي عن طريق الاورال، وبيكون فيها اضاءه، وبعدين اخر اشي للجهاز الهضمي، بعدين اخر اشي الاخراجي. طيب بالبلد ستريم شو بدنا نعمل؟ اين مصيرها؟ كتير حيرتنا صراحة. يعني بجوز احنا نستعمل ماجنيتايت او ماجنتيك، انه احنا نوجهها بمجال مغناطيسي. هذا فقط اللي قدرنا نجاوب في حالة الماجنيتايت، بنقدر نشتغل هذا الشغل، لانه احنا بنقدر نوجه بحسب المغناطيسية لجهة معينة ونعرف وين هاي مصيرها. طيب إذا uncontrol وين مصيرها هذا الشيء؟ إحنا بحاجة لدراسات أكتر من هيك، بدنا microscopic level ندخل داخل جسم الإنسان ونصور هاد الـ process. فيعني سؤال هذا الدكتور كتير عبقري وكتير يعني ان شاء الله انه نلاقي جواب حازم لهذا الشيء. لكن زي ما قلت له انه حصلنا على السيناريو الاخر، انه اي جسم غريب تقوم الفاجوسايت بابتلاع والتخلص من هاي المتبقيات. شكرا لحضرتك دكتور علاء، شكرا للشرح الجميل. الدكتور رد علينا اهو، شكرا لحضرتك وبشكر حضرتك على الاجابه. طيب كده الاسئله خلصت. حد عايز يسال اي حاجه تاني قبل ما يعني ننهي اللقاء؟ الله يسعدكم، شكرا جزيلا. طيب هو كده ما حدش خلاص رفع ايده وما حدش كتب في الشات. شكرا لحضرتك دكتور علاء وشكرا لساده الحضور، يعني كان شرف عظيم ليا ان انا انظم ويبينار مع المملكه الاردنيه الهاشميه، وطبعا بحضور الاخوه العرب من جميع الدول، وسواء من مصر او من لبنان او من العراق او من دول ثانيه. وشكرا دكتور رشحه، وان شاء الله باذن الله الاسبوع القادم بدون مقاطع باذن الرحمن. طبعا انا هنسق مع دكتور الاء ان شاء الله الاسبوع القادم، ممكن يكون في ويبينار هيبقى شيق برضه عن الكانسر احنا هننظمه. يس، راح نركز اكثر على الميكانيزم اكثر، وعلى الار او اس وانتي اوكسيدنت، راح ندخل اكثر بالميكانيزم بشكل تفصيلي ان شاء الله. يعني مش تصنيع، يعني ما راح نركز لا على التصنيع ولا على الكاركترايزيشن، لانه هلا اخذوا فكره عن هذا الموضوع، فراح نحكي بشكل بسيط شوي على كمقدمة، ونبلش بالميكانيزم بشكل in details والانتي اوكسيدنت بشكل يعني مفصل اكتر ان شاء الله. ان شاء الله طبعا تابعونا على صفحة الفيسبوك وعلى جروب الواتس، وان شاء الله كل ويبنارات الاسبوع الجاي هنعلن عنها على الفيس وعلى جروب الواتس، طبعا عشان الواتس بيبقى اسهل شوية في الوصول. وبرضو تابعونا على قناة اليوتيوب المحاضرات اللي فاتت والمحاضرات اللي جاية. وشكرا للسادة الحضور، وشكرا للدكتور علاء، وشكرا للأسئلة الجميلة اللي اتسألت. ونلتقي على خير بإذن الله الأسبوع القادم.
تابعونا على 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 صفحتنا على الواتس جروب عشان تتابعوا الويبينارات اللي جايه. ان الجروب بتاعنا كمان احنا بنعلن عن اي ساينتفك ميتنج في العالم مش في مصر بس, كل التخصصات, وبنوسع في تخصصات كتير مش الميديسن بس والنانو تكنولوجي بس, لا بدانا كمان نوسع لان في تخصصات, يعني في اساتذه, يعني في ساينتست طلب ان هم يعلنوا عن الويبينارز بتاعتهم عندنا. فان شاء الله نلتقي باذن الله على خير, وتابعونا باذن الله عشان تعرفوا الويبينارز اللي جايه. شكرا دكتور علاء, وشكرا للحضور. شكرا دكتور, شكرا جزيلا. شكرا دكتور علاء, انا استمتعت جدا بشرح حضرتك بصراحه, كان شرح رائع وكان شرح وافي. شكرا للحضور, وباذن الله تابعونا وتابع عشان تعرفوا الويبينارز اللي جايه ايه, ونلتقي الاسبوع القادم باذن الله. باذن الله.